السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة رفع الفيديو على التيك توك على الحاسوب. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي أشرح. في البداية إخواني الكرام، فبالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون الهاتف من أجل عملية رفع الفيديوهات، يقومون بتصوير الفيديوهات مباشرة، بعد ذلك يقومون بنشرها على الحساب الخاص بهم، فهذا الأمر فهو جيد جدا. لكن في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نشرح كيف تقوم مثلا أن تقوم بعمل مونتاج للفيديوهات الخاص بك، وتقوم برفع كما قلنا الفيديوهات الخاصة بك على الحاسوب. فالعملية والطريقة رائعة جدا، فقط يمكنك أن تقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بك على الموقع الرسمي على الحاسوب الذي هو www.tiktok.com، ثم بعد ذلك يمكنك أن تقوم بفتح الحساب الخاص بك وترفع الفيديوهات. جيد، حتى لا نطيل في العملية، في البداية أدعوكم إلى كما قلنا الاشتراك في صفحتنا أو الحساب الخاص بنا على تيك توك. الآن سوف نعمل على شرح كيفية رفع الفيديو. كما تلاحظون فهذه الواجهة الرئيسية الخاصة بالتيك توك فقط، فبالنسبة للحساب فهو باللغة الإنجليزية، لذلك حتى إن أردنا أن نقوم بتغيير اللغة لكي نجعلها لغة العربية. المهم سوف نذهب إلى هذا الخيار الذي يظهر لكم هنا، هذا المستطيل الذي بداخله كما قلنا علامة زائد ثم أبلود، ننقر عليه بهذا الشكل. بعد ذلك سوف تفتح معك هذه الصفحة الخاصة بعملية رفع الفيديوهات، وسبقا شرحنا عملية رفع الفيديوهات على اليوتيوب وكذلك على الفيسبوك. اليوم جاء الدور على كيفية رفع الفيديوهات على التيك توك. فكما نعلم فالتطبيق الخاص بالتيك توك أصبح يضاهي كما قلنا كبار المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي، سواء كان الانستغرام أو الفيسبوك أو غيره. بعد ذلك سوف تظهر لك هنا بعض الإعدادات التي يجب أن تتوفر في الفيديو. على سبيل المثال هنا يقول لك يجب أن يكون صيغة الفيديو على الأقل MP3 أو ويب ما. بالنسبة للطول والعرض يجب أن يكون في العرض 720، أما الطول فهو 1080. بالنسبة للتوقيت 30 مينوت، وكذلك هنا يجب أن لا يتعدى 2 جيجا بايت. على سبيل المثال هذا الفيديو سوف نقوم بتشغيله ونتأكد كم هذا الفيديو. سوف أقوم برفعه على الحساب الخاص بنا. على سبيل المثال نقوم بالنقل هنا Select Fill، ثم نقوم بالبحث عن الفيديو، هذا هو الفيديو، نقوم برفعه بهذا الشكل. كما تلاحظون الآن بدأت عملية رفع الفيديو. هنا عملية عمل هاشتاغ أو الأروباس. على سبيل المثال نقوم بكتابة مثلا شروحات أو أي شيء تريد، مثلا واتساب. على سبيل المثال فقط نحن نريد أن نقوم بعملية التجريب. هنا بالنسبة للصورة المصغرة، هنا إذا أردت أن يظهر هذا الفيديو للجميع أو تعمل له بريفيت، أنت لك عملية حرية في عملية الاختيار. كذلك هنا بالنسبة لعملية حقوق الطبع والنشر، إذا كان هناك مشكل في حقوق الطبع والنشر، ثم ننتظر ريتما يتم الانتهاء من عملية رفع الفيديو. بالنسبة لعملية رفع الفيديو على تيك توك فسهل وبسيط جدا، فقط لا يجب أن يكون الفيديوهات، فهناك بعض الهواتف لديهم جودة عالية جدا، فمن الصعب وتكون هذه الفيديوهات الخاصة بهذه الهواتف كما قلنا تحمل كما قلنا في طيتها
كما قلنا عدد كبير جدا أو تكون كبيرة الحجم، لا يمكن، لا تستطيع أن تقوم برفعها. لذلك فيفضل أن تقوم بتحويل الفيديو. فإذا كان الفيديو كبير الحجم، يجب عليك أن تقوم بعملية تقليل حجم الفيديو لتستطيع أن تقوم برفعه على حسابك على تيك توك بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. فإذا لاحظت معي هنا، فالآن عملية التحميل كما تلاحظون الآن، هذا هو الفيديو الخاص بنا، تم رفعه بنجاح بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. كما تلاحظون إخواني الكرام، هنا إذا أردت أن تقوم بعملية عمل بوستي، هنا يمكنك أن تختار هذا الخيار، ويمكنك أن تقوم بالتعديل على مجموعة من الخيارات الأخرى. في انتظار أن يتم انتهاء، ثم بعد ذلك نعمل على عملية نشر الفيديو الخاص بنا. وبعد أن يتم رفع الفيديو، يمكنك أن تقوم بنشره. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم، ولا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، الحلقة قادمة بحول الله.